فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العلة في تحريم ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك؟ لأنه جمع بين عقدين مختلفين، كل واحد له حكم، فلا يجوز. ولأن المبيع مجهول، ماذا يجهل ما يصير، ما تصير إليه السلعة بعد ذلك، فهو بيع شيء مجهول في المستقبل. نعم. وهل مثله في الحكم؟ وأيضا البيع ما يؤجل، ما عقد البيع ما يؤجل، لابد يكون ناجزا حاضرا، ما يقول إذا جاء فلان فأنا بايع عليك البيت، إذا جاء فلان، أو إذا جاء شهر كذا فأنا بايع، ما يجوز البيع في المستقبل، لازم حاضر. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل مثله في الحكم ما يسمى بالإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك؟ هذه حيلة، لما قيل لهم هذا حرام قلبوه وقالوا وعد بالتمليك، كله لا يجوز، كله حيلة هذا. نعم.